الكرام، مرحبا بكم. ملفات وقضايا متعددة كانت على مائدة الحوار بين الرئيس محمد مرسي والقادة الأتراك، وذلك خلال زيارته القصيرة لتركيا اليوم والتي استمرت عدة ساعات. ويأتي في مقدمة هذه الملفات والقضايا التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، خاصة ما يتعلق بزيادة الاستثمارات والسياحة التركية في مصر والقضية السورية وضرورة التوصل إلى حل لها بعيدا عن التدخل الأجنبي لوقف نزيف دماء الشعب السوري، حيث إن تركيا عضو في اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس مرسي، وتضم أيضا مصر والسعودية وإيران، بالإضافة إلى دعم القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. من جانبه الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس التقى خلال زيارة بمجلس الأعمال المصري التركي، حيث رافقه وفد من رجال الأعمال المصريين، وذلك لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص المتاحة في كلا البلدين. حول العلاقات بين القاهرة وأنقرة وإمكانية الاستفادة من التجربة التركية في التنمية ودور كل من الدولتين في التوصل لحل لإنهاء المأساة التي يعيشها الشعب السوري يدور الحوار. ويسعدني أن يكون معي في هذا الحوار الدكتور مصطفى اللباد، رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور مصطفى. ومعي أيضا أستاذ رضا فهمي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي لمجلس الشورى. مرحبا بك أستاذ رضا. أبدأ معك دكتور مصطفى، يعني ربما دلالة هذه الزيارة وأيضا ماذا عن التوقيت، هل له دلالة من وجهة نظرك؟ أولا الزيارة هامة لأن مصر وتركيا بلدان كبيران في المنطقة، لهما حضور تاريخي وجغرافي وسياسي. أيضا تركيا وقفت موقفا إيجابيا من الثورة المصرية منذ بدايتها، وتركيا ترتبط ومصر بعلاقات ووشائج تتعدى اللحظة الراهنة. لذلك تركيا بلد كبير، هي الاقتصاد رقم 17 في العالم، ودولة لها حضور كبير في المنطقة، ويهمنا كمصريين تحسين العلاقات مع تركيا، باعتبار أن العلاقات المصرية التركية هي علاقات طبيعية وليست علاقات مفتعلة من هنا أو هناك. كان هناك في السنوات الماضية محاولات من النظام السابق لكبح التعاون المصري التركي وإبقائه في نطاق ضيق خوفا من النظام السابق من الانفتاح على تركيا، ورغبة هذا النظام في إبقاء يعني دائرة المصالح المصرية متمحورة حوله. بعد الثورة هناك أمل ما زال يراود المصريون أن بلادهم تعود مرة أخرى، تقف على قدميها وترى في تركيا بلد جار وقوي ومهم ويجب تعزيز العلاقات معه. التوقيت هو يأتي بعد زيارات خارجية للرئيس مرسي إلى إيران والصين وأيضا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هناك بالطبع إيران أيضا بلد قوي وكبير، لكن هناك أيضا ميول واضحة للرئيس مرسي في التقارب أكثر مع تركيا، يعني هناك رغبة في التعاون مع إيران في حدود، لكن رغبة أكثر في التعاون مع تركيا. وقراءة مضامين الخطاب الذي ألقاه الرئيس مرسي اليوم في أنقرة تقول بوضوح أنه هوامش الاختلاف بالفعل ضيقة جدا في مقابل مساحات أكبر للاتفاق. أعتقد أنه الجانب الاقتصادي زي ما حضرتك تفضلتي يعني يشغل أجندة الاجتماع بشكل كبير. أعتقد أيضا أنه موضوع الأزمة في سوريا سوف يتم تناوله وبحثه، خصوصا وأن الأنباء تداولت من مستشار الرئيس مرسي زميلنا الدكتور سيف عبد الفتاح الذي أعلن أن مصر تدرس اقتراحا تتشاور فيه مع قطر وتركيا بتكوين قوات مشتركة عربية للتدخل في سوريا. وأعتقد أن هذا خطأ فادح سيضر كثيرا بالمصالح الوطنية المصرية بالسياسة الإقليمية الجديدة لمصر التي بدأت تتبلور، لأنه الدم العربي على العربي حرام، فلا يجب التفكير في هذه المبادرات غير المحسوبة، خصوصا أنه كلنا متضامنون مع الشعب السوري في أزماته، لكن لدينا أصلا مشاكل في سيناء نسيطر عليها. أولا لدينا القضية الفلسطينية
طيب يعني فيما يخص التصريحات دكتور سيف، يعني سأعود معك يعني لاحقا لمثل هذه التصريحات والشق ربما السياسي في هذه الجولة. دكتور مصطفى، يعني إذا نظرنا اقتصاديا إلى هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس مرسي، هل مصر لديها خطط واضحة كيف ستتعاون اقتصاديا مع تركيا؟ يعني اسمحي لي ان انا اقول ان احنا كحزب الحريه والعداله والرئيس مرسي معروف انه كان رئيسا لهذا الحزب، يعني اطلعنا على كثير من التجارب في العالم، وحاولنا ان احنا في الحقيقه نعمل حاله من حالات الانتقاء داخل كل تجربه. بمعنى في جنوب افريقيا الجزء الابرز في التجربه قضية التعايش السلمي، لما بنروح البرازيل التجربة الاقتصادية تجربة واعدة بشكل كبير، أيضا تركيا فيها أكثر من ملمح في الحقيقة كنا مركزين عليه ما يتعلق بحسن إدارتهم للمحليات، تطوير العشوائيات، التحول السريع في الحقيقة في معدلات النمو في تركيا. الأرقام طبعا مذهلة، إجمالي الناتج القومي حول يعني في 2002 حول 300 مليار دولار، النهاردة بنتكلم في 760 تقريبا، يعني إن كانت هذه الأرقام دقيقة. دخل الفرد أيضا من 2300 دولار في هذا التوقيت إلى حوالي 10500 النهاردة، ففي تحولات في الحقيقة لا تخطئها العين. لذلك أنا بعتقد ان الدول ليست بجمعيات خيريه، يعني تركيا اللي مش مجرد ان احنا في عاطفه موجوده متبادله بيننا وبين الاتراك، وهي موجوده بالفعل، لكن العاطفه لا تكفي في توجيه سياسات الدول. وبالتالي اذا كانت تركيا مهتمه بمزيد من العلاقات الاقتصاديه مع مصر، فهي تبحث عن المواطن التركي قبل المواطن المصري بطبيعه الحال. ايضا انا كدوله مصريه وانا رايح عيني على تركيا، أنا مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى. وهنا طبعا بأكد على نفس المعنى اللي أشار ليه الدكتور مصطفى، بأن أنا وأنا رايح أنا رايح بأجندة محددة، ما هي المجالات تحديدا اللي أنا مقرر واخد قرار داخلي قبل أن أذهب إلى تركيا. أنا مش رايح أنتظر عروض يعرضوا علي أن نتعامل، لكن هناك ملفات محددة يعني يتم عرضها على الجانب التركي. أعود لك يعني بتفصيل ما هي هذه الملفات والقضايا، ولكن معي الآن على الهاتف معي السيد كمال بيكلي المحلل السياسي التركي. مرحبا بك سيد كمال. بداية يعني أبدأ، مساء الخير سيد كمال، بداية يعني أبدأ معك من النظرة التركية لهذه الزيارة سياسيا وإعلاميا. نعم، أولا من أهم ما تمخضت عنه هذه الزيارة، أعتقد أنه تم الكشف عن وجود تقارب كبير جدا بين تركيا وبين مصر إلى درجة تماثل التحالف. الآراء والأفكار متماثلة كثيرا حول، بالأخص حول قضايا المنطقة. كذلك هناك تعهدات تركية بدعم الاقتصاد المصري بكافة الإمكانيات الموجودة لديها. يمكن أن لا تكون إمكانياتها بقدر إمكانيات الدول العظمى، ولكن أعتقد أن الاستثمارات ستنهال على مصر، وهناك أعمال ونشاطات وجهود حديثة في هذا المجال بدأت منذ زيارة الرئيس التركي للقاهرة، ثم زيارة وزير الخارجية أحمد داوتوغلو للقاهرة أيضا، حيث تعهد تقديم كل ما يمكن لتركيا أن تقدمه لمصر في هذا المجال. نعم، طيب سيد كمال، يعني أنت ذكرت أن الآراء والأفكار واحدة في كثير من القضايا، ما هي يعني الأفكار الواحدة؟ هل هناك يعني أفكار واحدة فيما يخص القضية السورية؟ مثلا الدعم سوف لن يكون بطبيعة الحال للنظام، الدعم سيكون وبشكل صريح ومعلن للشعب السوري. كذلك هناك دعم للقضية الفلسطينية. كذلك هناك تصريح ورد على لسان المستشار السياسي للرئيس مرسي سيف عبد اللطيف،
دكتور اعتقد اذا دكتور لم تكن دكتور الذاكرة سيف دكتور سيف عبد الفتاح بان مصر سوف تشارك في اي عمليه يمكن ان تقوم بها الدول العربيه وليس الاجنبيه في سوريا، اي ان هناك تحول كبير في هذا المجال. طب هل تم فتح هذا الملف يعني لديكم في تركيا من جانب الدكتور محمد مرسي؟ لم افهم السؤال عفوا. يعني هل هذا الملف فتح بوضوح من جانب الدكتور محمد مرسي لديكم في تركيا؟ نعم طبعا، كانت هناك مباحثات ثنائيه بين رجب طيب اردوغان والرئيس مرسي يوم امس بعد حفل العشاء مساء امس، تم تداول جميع هذه القضايا بين الجانبين، ولكن لا انا لا اعتقد ان من توقع نتائج حاسمه في هذه الزياره. لماذا؟ لان هذه زياره خاصه وزياره الدعوه وجهت من قبل حزب العدالة والتنمية وليس من قبل الحكومة التركية، ولكن نعم. هناك أعمال وجهود مبذولة لعقد اتفاقيات سيتم التوقيع عليها أثناء زيارة الزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس مرسي القيام بها إلى تركيا أعتقد في الشهر القادم. نعم، طب هل تم الإعلان يعني ما هي طبيعة هذه الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي سوف يتم التوقيع عليها الشهر القادم؟ الاتفاقيات ستكون اقتصادية. نعم، في جميع الأحوال شكرا جزيلا لك، كان معي السيد كمال بيتلي المحلل السياسي التركي، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتور، يعني فيما يخص التصريحات التي ذكرتها أنت، يعني أبديت وجهة نظرك بأنك ترفض مثل هذا التدخل المصري، هل تعتقد أن شعبيا من الممكن أن يكون هناك مثل هذا الرفض إذا صحت يعني هذه التصريحات من جانب دكتور سيف عبد الفتاح؟ أعتقد أنه بالفعل هناك يعني امتعاض من كثيرين ممن تحدثت إليهم اليوم بخصوص هذه المبادرة. لا ننسى أنه مصر وتركيا، مصر وسوريا شريكان تاريخيا، ليس اليوم ولا في الخمسينات ولا الستينات، ولكن على مدى الألف سنة الماضية، ومصر لا تستطيع أن تلعب دور إقليمي في المنطقة دون التحالف مع سوريا. هذا درس جغرافيا وتاريخ. الروابط بين الشعوب العربية تبقى، والحكام زائلون ايا كان هؤلاء الحكام، وبالتالي مع كل تعاطفنا مع الشعب السوري في محنته وفي ازمته، وبالفعل يتعرض الى يعني مصائب يوميه وكوارث، لكن ليس الحل ان ارسل جنودا مصريين خارج اراضيهم لمقاتله يعني طرف في سوريا، لانه سوريا بلد شقيق. من قرر ذلك؟ يعني اعتقد انه تم التداول في الموضوع على لسان أمير دولة قطر في الأمم المتحدة، ومن حق كل دولة أن تبدي اجتهاداتها، لكن مصر يجب أن يكون لها قرارها الخاص والمستقل بناء على مصالحها الوطنية. تركيا كما قلت لحضرتك لها حدود كبيرة مشتركة مع سوريا، مصر لها حدود لها مع سوريا، وتركيا هي التي تملك القوى العسكرية. إذن المطلوب حتى نكون واضحين هو أن تقدم مصر الغطاء العربي لعمليات عسكرية في سوريا. مصر أكبر من أن تقدم ذلك. مصر بعد الثورة غير مصر قبل الثورة، ويجب أن يكون معلوما للجميع أن المصالح الوطنية المصرية لها من يدافع عنها سواء في الحكومة أو خارج الحكومة. الوقت تغير، ولم يعني يعد الوقت يتحمل أن يكون هناك رئيس وعائلته ويديرون الأمور. هذا الأمر ليس هو الحال الآن. لذلك باعتباري مواطن مصري أرفض هذا الاقتراح، وأدعو الزميل الدكتور سيف عبد الفتاح إلى سحب هذا الاقتراح من التداول، لأنه يضر بالمصالح الوطنية المصرية بالإدارة الجديدة التي اتخذت بالفعل خطوات يمكن البناء عليها في السياسة الإقليمية تختلف عن العهد السابق، مع كل تمسكنا وإصرارنا بحق الشعب السوري في الحرية والاستقلال. مبادرة الرباعية المصرية كانت مبادرة جيدة لأنها تلحظ كل الأطراف، إيران باعتبارها طرف في المشكلة تدعم النظام في سوريا، تركيا طرف المشكلة لأنها تدعم أجزاء بعينها في المعارضة السورية، وهي جماعة احنا بره الهوية. لا لا نعم تفضل. وهي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، السعودية تدعم ربما التيار السلفي في سوريا، مصر تدعم قلبيا الشعب السوري، لكن أنا أستطيع أن أقول أنه مصر
تدعم فريق ضد آخر، وبالتالي مصر مؤهلة أكثر من غيرها لهذه المبادرة. المبادرة تم إطلاقها لأول مرة، تستطيع مصر بعد عقود إطلاق مبادرات إقليمية يؤمن لها النجاح. تركيا وافقت، إيران وافقت، السعودية تخلفت في مرة أخيرة، لذلك التفكير في عمليات عسكرية يتجاوز حتى القدرات المصرية. لدينا مشاكل في سيناء علينا أن نحلها أولا قبل أن نتوجه إلى الخارج، وكما قلت لحضرتك الدم العربي على العربي حرام، الحكام زائلون، طيب الخلافات السياسية ستزول، لكن العلاقات بين الشعوب يجب أن تكون فوق مستوى هذا الخلاف. نعم أستاذ رضا، إذا يعني صحت التوقعات بأنه يتم دراسة يعني مثل هذا الاقتراح، من وجهة نظرك أنت كيف تنظر إليه؟ لا، أولا أنا في الحقيقة مش حابب أن احنا نستبق الأحداث. أولا نحتاج تفسير في الحقيقة من مؤسسة الرئاسة حول هذا التصريح، أبعاده مداه، لأن هو مش كل تحالف لتجنيب سوريا مزيد من الدماء يعني بالضرورة تدخل عسكري مباشر، هناك خطوات أخرى كثيرة قبل مرحلة التدخل العسكري. أنا في الحقيقة حابب هنا أؤكد على أن المبادرة المصرية التي أتت من بعيد، الموقف المصري قبل أشهر قليلة كان إلى حد ما يعني أنا كنت أشعر أنه متماهي مع نظام بشار الأسد إلى درجة كبيرة، تحت مسمى الخوف من تفتيت سوريا، تقسيمها إلى دويلات إلى آخره. الآن الموقف المصري الجديد، هذه المبادرة أعادت إلى مصر الإمساك بزمام الوضع الإقليمي مرة أخرى في قضية محورية وهي قضية سوريا. وأنا بعتقد أن كلمة السر في هذه المبادرة هي أن نجعل إيران جزء من الحل دون أن يصبحوا جزء من المشكلة. والمطروح مصريا، وأعتقد في تطابق يعني كما كنت قلت قبل الاجتماع أو قبل الدخول على الهواء، أنا جلست في تركيا 10 أيام، دار حوار طويل جدا مع الساسة الأتراك حول الوضع في سوريا. كانت النقطة الأهم في الموضوع أن ندخل الطرف الإيراني شريكا في الحل وليس جزءا من المشكلة. بمعنى اليوم إذا تحلت المشكلة السورية، وأنا بعتقد أنها ستحل اليوم أو غدا، هي مسألة وقت، هذا النظام لن يبقى يعني بعتقد لفترة أطول من ذلك. إذا ما تم حل الوضع السوري أو الأزمة السورية وإيران جزء من المشكلة، لن يكون للإيرانيين موضع قدم في سوريا بعد اليوم. أما إذا أصبحت جزء من الحل، فبإمكانها أن تحافظ على الحد الأدنى من مصالحها في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط، لأن إيران لديها مصلحة حقيقية في علاقات متينة مع الدولة المصرية في ثوبها الجديد إن صح التعبير. فيمكن بمزيد من التعاطي المصري التركي السعودي مع الموقف الإيراني، ان ايران، واحنا شفنا خطاب او تصريحات او اشارات من الرئيس احمدي نجاد في الامم المتحده حول انه يقبل تحالف دولي موسع لحل الازمه السوريه، هذا لم يكن مطروح ايرانيا يعني قبل هذا التوقيت. فالحقيقة القفز للحديث ايضا عن تدخل اذا صحت التصريحات التي صدرت عن الدكتور سيف والتي تحتاج الى تفسير من مؤسسة الرئاسة، إذا صحت هذه التفسيرات أنا بعتقد أيضا أنها نقطة خطيرة. نحتاج، طيب إذا يعني اسمحي لي في نصف دقيقة، تفضل. نحتاج إلى أن احنا ننكفئ على الذات المصرية لمزيد من الوقت حتى نستطيع أن نبني الداخل المصري. لدينا حتى الآن تهديدات في سيناء، يعني لا يمكن ابدا في الحاله في اللحظه اللي الامن القومي المصري مهدد فيها اذهب باتجاه. طيب في جميع الاحوال يعني حتى ان صحت يعني تصريحات دكتور سيف، فهي في النهايه يعني دراسه يعني لمثل هذا الاقتراح وليس يعني قرارات من جانب يعني الرئيس يتحدث بصفته الرسميه كمستشار لرئيس جمهوريه مصر العربيه، وتصريحه هو يقول مصر تدرس مصر تقرر، ليس انه رايه كذا،
هو يعلن تصريح رسمي كمسؤول رسمي. يعني هو هذا ما قلته بالنص انه يعني حتى اذا صحت التصريحات فانه يتم دراسته، ليس يعني حتى الان هناك قرارات فعليه. طب سأعود الى يعني ربما مربع الاركان مصر وايران وتركيا والسعوديه، من وجهه نظرك يعني ما هي المعضله في هذا المربع؟ هل هي ايران المشكله فقط ام ايضا السعوديه ربما تكون يعني جزء من المشكله حتى يتم وينجح هذا التحالف لحل الازمه السوريه؟ في حضرتك الأزمة السورية ليها ثلاث مستويات. المستوى الأول النظام والشعب السوري ومكونات من الشعب السوري، المكونات الأكبر في تقديري ضد النظام في مقابل النظام وبعض المكونات في سوريا. والمستوى الثاني اللي هو الإقليمي، الصراع الإقليمي على سوريا هو في الحقيقة صراع بين تركيا وإيران على الأرض السورية، من يملك النفوذ، لأن زي ما قلت حضرتك سوريا جغرافيتها مهمة جداً. سوريا تحدد دوما من هي القيادة الإقليمية للمنطقة. عندما تحالفت مصر مع سوريا دايما كانت مصر في القيادة، من الفاطميين للمماليك لمحمد علي لعبد الناصر، ده درس جغرافي وتاريخ، ما بنتكلمش ايديولوجيا او ما ينبغي ان يكون، ده درس جغرافي وتاريخ. مصر عندما تريد ان تلعب دور إقليمي لابد لها من تحالف على سوريا، وده درس الألف سنة اللي فاتوا. ايران ايضا استطاعت ان تتمدد في المنطقة وتلعب ادوار بالتحالف مع سوريا في الفترة الأخيرة. تركيا تريد الآن منع إيران من إطلالاتها على البحر المتوسط على سوريا، وبالتالي تغيير معادلات القوى، لأنه في تنافس تركي إيراني، والتنافس ما يعنيش عداء، يعني حالة من التنافس، كل طرف يريد أن يصبح الرقم واحد في المنطقة. سوريا لا بديل عنها لأنها ترجح كفة من هو الطرف رقم واحد، لذلك تركيا لها مصلحة في تغيير معادلات في سوريا، وبالتالي جعل سوريا أقرب إليها أكثر من قربها لإيران. السعودية تعتبر أنه إيران العدو رقم واحد، هكذا تنظر السعودية للأمور، لأن إيران لها مصالح في اليمن وفي منطقة الخليج العربي وفي العراق، والسعودية ترى ذلك بمثابة التهديد. لذلك هي ترى أن النظام السوري المتحالف مع إيران عند إسقاطه يمكن توجيه ضربة لإيران. هذا هو المستوى الإقليمي. المستوى الدولي أنه النظام السوري له تحالفات واضحة في روسيا وفي الصين، في حين أنه المعارضة السورية وبالتحديد المجلس الوطني السوري له تحالفات إقليمية قطرية تركية فرنسية أمريكية. طيب. ويضم يعني جماعة الإخوان المسلمين. وهديني حضرتك بس فرصة عفوا يعني أنا لا فقط يعني جئنا بدكتور سيف عبد الفتاح على الهاتف، وأنت مرتبط يعني بمواعيد وستغادر. دكتور سيف مرحبا بك، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأيضا مستشار الرئيس. يعني هناك تصريحات نسبت إليك اليوم بأن مصر تدرس اقتراح للتدخل العسكري، يعني ما صحة هذه التصريح؟ مساء الخير على ضيوفك. مساء الخير. وشكرا يا أستاذة سوزان. أنا بحب فقط أن أنا أؤكد على أنه هذا التصريح عاري تماما من الصحة. أنا تحدثت عن هذا الموضوع في سياقات مهمة جدا تتعلق بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن التدخل العسكري العربي إلا من خلال أن يطرح ذلك داخل الجامعة العربية، ويطرح أيضا باعتباره موضوعا للدرس والبحث والفحص، لأنه لا يمكن إطلاقا مرور هذا الاقتراح من دون درسه. وقلت إنه هذا الاقتراح لابد أن يرتبط بالتعرف على ما هو شكل التدخل، وما هو الهدف من هذا التدخل، وما هي الآثار والمآلات المترتبة على هذا التدخل. لا يعقل إطلاقا أنه واحد زي حالات بتاع علوم سياسية يورط الدولة المصرية في أشياء لا يمكن إطلاقا القول بها في هذا المقام. لكن هذا كان اقتراحا قطريا. هذا الاقتراح القطري قلت أنه لابد أن يكون على مائدة البحث والدرس، وأن للأسف الشديد العربية نت قد حرفت هذه التصريحات، وكأنني أنادي بالتدخل العسكري في مصر، وكأن مصر قد بالفعل كانوا يعني مصر تدرس الآن يعني مسألة التدخل العسكري. هل يعني هناك أي مسألة أو مداخلة من جانبك؟ لا، هو الحقيقة دي التصريحات الآن جيدة من الزميل الدكتور سيف، لكن العربية نقلت عن وكالة أنباء الأناضول اللي يعني
أول من أورد الخبر، فبالتالي جيد من الدكتور سيف أنه ينفي هذا الخبر، وإن كنت فهمت من طيات الكلام أنه التدخل العسكري يمكن التفكير فيه مع الغطاء العربي وفي الجامعة العربية كما قال الآن، لذلك حتى هنا حجم الخلاف يكون أقل كثيرا عما كان قبل أن ينفي هذا التصريح، وإن كنت حتى أختلف مع فكرة الطرح في حد ذاتها، لكن إذا كان بهذه الضوابط فهو يعني أمر يمكن التباحث والنقاش حوله، لكن النفي أعتقد أنه مهم من جانب الدكتور سيف. نعم دكتور سيف، يعني هل هناك أي تعليق آخر؟ خاصة يعني أنا بالفعل سيد كمال بيتلي المحلل السياسي التركي أيضا نقل يعني مثل هذه التصريحات عنك، هل لك أي تعليق أخير؟ أنا فقط أؤكد أنه وكالة أنباء الأناضول قد نقلت تصريحاتي بشكل معين، وهذه التصريحات التي أدليت بها لابد أن تقرأ في السياق الشامل لهذا الحديث الذي يتعلق بهذا الشأن، وأنني لم أقل أيضا يعني الدكتور مصطفى بيقول أنه أنا بقول أنه التدخل يمكن بغطاء عربي، لا أقول ذلك إطلاقا، ولكن أقول أن هذا الأمر لا يمكن إطلاقا أن يمر بحيث يمكن أن يكون تكئة لتدخل أجنبي وتدويل الأزمة السورية بعد ذلك. وقلت أن التدخل الأجنبي خط أحمر. هذا شكرا. أمر غاية شكرا جزيلا لك دكتور سيف، وأعتذر عن المقاطعة. كان معي دكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأيضا مستشار السياسي للرئيس. يعني دكتور مصطفى أنا أعتذر لضيق الوقت، ولكن في دقيقة واحدة فقط يعني إذا كان لديك أي وجهة نظر. أعتقد أنه نافي الدكتور سيف يعني عدل من الصورة السلبية التي كانت موجودة اليوم، طمأن يعني بعض الناس التي فهمت ذلك، لأن الدكتور سيف ليس فقط أستاذ في العلوم السياسية لكن مستشار رئيس الجمهورية، وبالتالي هو ينطق عن مؤسسة الرئاسة. هذا النفي يعني يريح الأمور أكثر. يعني أختم قبل في الموضوع الاقتصادي قبل الذهاب، علينا أن نعرف ماذا نريد من تركيا. التعاون الاقتصادي كلمة فضفاضة، التعاون التنمية الاقتصادية والنهضة ليست تجارة. أعتقد أنه الذهنية السائدة الآن في مصر حتى لدى أطراف نافذة في الحكومة المصرية أن النهضة الاقتصادية هي عبارة عن تبادل تجاري. النهضة الاقتصادية أبعد من ذلك بكثير، الاقتصاد ليس فقط التجارة. تركيا أقوى مننا اقتصاديا، لذلك يجب علينا كمصريين التفكر والتدبر ما هي المجالات التي أريد الاستثمار فيها، وليس يكون مجرد يعني فتح الأبواب لمنافسة اقتصادية أنا أضعف فيها. نعم يكون هناك خطة يعني واضحة لمصر. يعني كنا نتمنى أن تواصل معنا الحوار، ولكن نظرا لارتباطاتك الشخصية يعني سوف تغادر. شكرا جزيلا لك. كان معي دكتور مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. ونواصل الحوار معك أستاذ رضا، ولكن بعد موجز الأخبار. مشاهدين الكرام، موجز لأبرز وآخر الأخبار عند رأس الساعة، ثم نعود ونلتقي، فابقوا معنا.